بغيتوا تدخلوا معايا هذا التحدي حبيباتي الغاليات، خاصكم تحزموا ديروا ربطوا الاحزمه، ربطوا الاحزمه. التحدي هذا غادي يخليك ديري السياره، اقسم بالله ديري الدار ديالك، وديري تفرشي، وديري الذهب الا بغيتي، وتكون عندك فلوسك في البنك، وتعيشي مرتاحه لبقيه حياتك. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحه وعافيه يا رب. حبيباتي مرحبا بكم، انا بغيت ندير لكم اتاي، واخا رجلي شويه كضرني ما نقدش نتربع. المهم غادي نشارك معكم معين اتاي ديالي، غادي نصور لكم اتاي، وغادي نتكلموا في واحد، اسمحوا لي نظري كيديروا البخار، قالتها لي بنتي ولكن عاد انتبهت، قلت لك هي وجهي سخون معاك كنت كنتحرك وداكشي، عاد جيت درتهم وجهي سخون. حبيباتي الغاليات غادي نتكلموا بلا نظر، حبيباتي الغاليات غادي نشارك معكم اليوم واحد التحدي ديال الناس كابابل. شتو الناس الكابابل هي اللي تقدر دير التحدي، اما الناس اللي غلب عليها شهوانيه الشراء والغرائز الشرائيه وتخاف ما تشري، تخاف ما تكون، تخاف على ديك الشراهه فين غادي دير لها، اش غادير لها، ما تقدرش تغلب على الشراهه، ما تقدرش دير هاد التحدي. وهاد التحدي هذا غادي يخليك ديري سياره، اقسم بالله ديري الدار ديالك، وديري تفرشي، وديري الذهب الا بغيتي، وتكون عندك فلوسك في البنك، وتعيشي مرتاحه لبقيه حياتك. يعني تصوري انتيا دابا يلا عندك 25 سنه، 24، 22، 30، 34، 35، 40، تصوري تقولي شنو اللي غادي يخليني نعيش بقيه حياتي مرتاحه من الناحيه الماديه. وطبعا طبعا ضروري نفكروا الناحيه واجباتنا الدينيه، هذيك راه هذيك، ولكن الا رتبنا ونظمنا هذا التحدي اللي غادي نقول، هذا التحدي جوج موظفين او الموظف واحد، الا كنتو جوج موظفين في خلال 6 سنين 5 سنين غادي تحصلوا على النتيجة بلا ربا بلا قروض بلا تحطي وجهك للناس تسلفي عندهم، بلا ما تمشي تهزي ديونة تحطي الشيكات ديالك، بلا ما تغرقي راسك عند الحوانت. ولكن راني قلت في البدايه ديال اللي تغلب على شهوانيه الشراء، على الشراهه اللي عنده الداخل، على الغرائز الشرائيه. راه كاين ناس باغيه دير هاد الاشياء، باغيه دير الدار، باغيه دير فلوس البنك، باغيه دير الدب، باغيه تفرش، باغيه تعيش تسافر، باغيه تحج، باغيه دير العمره، وباغيه هاد الشيء كامل، ولكن في نفس الوقت كتخاف ما كت... باغي دير هاد الشيء كتشوفه، ولكن كتشوفه بعيد لانها خايفه على على الان نشري داكشي كلشي في السوق، نشري هذاك الماكياج كامل، نشري هذاك اللباس كامل، ندير هادشي كامل دابا دابا، كديريه دابا ولكن ما عندكش نتيجه، نتيجه يعني تشري عطر كديريه كيمشي، كتشري ماكياج كديريه كيمشي، كتشري كثرة الملابس كتلبسيها اليوم غدا ثلاثه ها هي داس، عاوتاني تشري واحده اخرى غتبقاي ماشي فيها. ولكن الا تغلبتي على هذا الشيء، انا ما كنقول ما ديروش مكياج، ما تعطروش، ما كنقول ما تلبسوا ما تشرو، لا، تغلبي على هاد هاد هاد, هاد, هاد الهوس، على ماشي كاين ما عندوش الهوس، غير عنده ديك خاصو، لا خاص، لا ما نقدرش، لا انا ندير الدار، لا خليني غير، خليني انا غير نمشي نعمر الثلاجه اكثر من القياس، ونشري بزاف الخضره، ونشري بزاف ديال انواع الزيتون، ونشري بزاف ديال المكسرات، ونشري بزاف ديال السقاطه، والسقاطه تحط على الطبله بالليل، وتصب شي تكال شي ما تكال، دانون يبقى فيه النص، ماشي مشكل. المهم انا وكتخاف، كتخاف على بزاف د الحاجات حاليا، وما خايفاش على المستقبل. انت الا كلتي دابا انواع دانونات، وكلتي انواع كل شيء، ولكن الدار ماشي ديالك، عندك كريديات، درتي ديون، المدرسه كدير لك فلوسك كامله، يعني دابا شايف الوليدات، شايفين القرايه، كل شيء غالي، ما كايناش نتيجه، كاين تصرفي على كرشك وعلى الشهر فقط. ولكن واش عندك، غادي ندير نظري باش نشوف ليكرا، راه ما شايفاش وجهي مزيان.
ان شاء الله ما يديروش الضباب. ما عندكش شي ناشي. اما الا تسقرمتي واحد 5 سنين، عام، 6 شهور، شهر، سيمانه، نهار بنهارو، غادي توصلي لواحد النتيجه. غادي تحصلي على الدار هانتي ساكنتيها، ونقول الله يستر الله يستر، من نهار اللي تبغي تبيعيها كتلقاي فلوس. هاد زاد لنا استثمار، الارض والعقار استثمار. الذهب الا كان خالص، او الذهب يعني فيه واحد الكميه، لان الذهب اللي عندنا ديال 18 كرات راه فيه غير 75% ديال الذهب، و25 هذا على ما كيقولوا. اما الا مشيتي الفحص ديتيه لشي فحص، راه تلقاي غير 40% ديال الذهب، لان يعني الا خرجتيه برا وديتيه تبيعيه وشدوه غيبقاو فيه غير 40% ديال الذهب. 60% راه ماشي ذهب نحاس، ما بين النحاس وما بين النقره وما بين واحد الماده اخرى اللي انا دابا نسيتها، ما عليناش. ودرتي عندك حسابك في البنك اللي ريحك، تقولي الحمد لله الا شديت لا غوتريت ديالي بخير، بغيت نسافر، درت الحج، درت العمره، درت كل شيء، وعندي واحد الحساب راه كيعطيكم الدروس معايا. احسن لك من تعيشي غير لحظه بلحظتها، يعني توكلي داكشي اللي كتصرفي، اللي كتشدي كتصرفي. بغيتوا تدخلوا معايا هذا التحدي حبيباتي الغاليات، خاصكم تحزموا، ديروا، ربطوا الاحزيمه. راتبين، كل ما كانوا راتبين وكان السالير مزيان وكنتي متحكمه غادي توصلي بسرعه. راتب واحد غادي توصلي بنص، بالدوبل ديال المسافه اللي غيوصلوا فيها هذوك جوج دراواتي. يعني نقولوا لدات من جوج دراواتب 6 سنين، راتب واحد غيدي من 12 سنه. ولكن راه كاين اللي غتقول لك انا 12 سنه او 6 سنين غادي نجمع فيها بزاف، ولكن الا ما جمعتي فيها وانتي كاريه ما درتي اصلا والو، ما درتيش نتيجه. لان راه الكتاريه كاينات، البنات كيدخلوا، كاين الرجال كيدخلوا الفيديو ملي كيسمعوا يقول لك انا غنجمع عام بزاف، انا غندير تحدي ديال عام. لا، غندير تحدي ديال عامين بزاف، وانت اصلا ما دير حتى شي حاجه. احسن دير والله ما دير، واش احسن شي حاجه كاينه ولا ما كايناش؟ الا درتي هاد التحدي، انا وقطيطي كملت ليا، عمرت ليا البورطابل، قالت لي راه لان الفيديوهات اللي سجلت البارح باقيين فيها وحيدتهم. حبيباتي الغاليات، هاد التحديات هادو باش توصلوا ليهم راه ساهل، خاص غير الاراده والعزيمه. العزيمه. شوف واش ماشي زوين بحال هكا تلقاي تفتحي تلقاي عندك فلوسك، ماشي زوين تلقاي عندك فلوسك بحال هكا، ماشي زوين. شكون اللي كارهها؟ ما كره حتى وحده فيكم، ولكن اللي ما قدتش توصل لهذا الشيء راه ما عندهاش العزيمه، خاص غير العزيمه. راه انتي وانا راه من 9 شهر وانت راه ولد 9 شهر، خاص غير العزيمه. علاش؟ لانه انا حتى انا راه كنتشهى بزاف الحاجات، ولكن كنقول الا جبت هاد الحاجه وهاد الحاجه وهاد الحاجه غنكون غير واحد الحاجه، ما نكونوش كاملين. الا شريت هاد الحاجه ولبستها لمن كنرضي؟ واش كنرضي راسي ولا كنرضي الناس؟ الناس راه عمرك ترضيهم. انا غنشوف الحاجه اللي عجباني، هاد الملف هادو الا رجعتوا للفيديوهات القدام غتلقاوني مصور، غتقولوا خالتي خديجه، ولكن انت راه العمر ديالك، حنا راه خاصنا، راه ماشي خاصكم كل نهار تلبسوا لبسه في شكل جديده تمشي بها للخدمه، لا، هذاك راه سميتو تسيزي، ما تضحكيش على راسك. هذاك الشيء خليه انت، خليه من بعد، شري حوايج وعادي تمشي بهم، تمشي بكسوة عدة مرات. شحال رجعوا لملكة بريطانيا، كاين واحد المونطو، واحد الساك خرجت به في الخمسينات، في السبعينات، وفي التسعينات، وهي في 2000 حطته الصحافة البريطانية، ميلي ديرور، او سميتها، يمكن سميتها ميلي ديرور ياك، الى ما خفتني ننسى هاد السمية هادي او العكس. حطت هاد الساك ديالها وهداك المونطو، مشات بيهم عدة مرات، خرجت بيهم 30 سنة أو 40 سنة. لهذا حبيباتي الغاليات، إلا تبعتوا شهوانية الشراء، الإسراف في الشراء، هوس الشراء، الشراء الغرائزي، تبقي عندك واحد الغريزة غير ديال الشراء، ياك راه ما توقفش، راه السوق ما واقفش، راه السوق بحالك اللي كيقلب، كيقلب بحالك اللي كيشرو دائما، اللي كيجرو اليوم غدا وبعد غدا. انت حبيبه السوق. علاش؟ انه كيحيد سلعه، كيحط سلعه. عاودت لكم على ديك المراه اللي الوالده ديالي مشات عند واحد السيده كانت الشتاء، شافتها كتبيع الفصه ديال المعز، قالت غنسكنها نشريها عندها باش خليها تمشي على الشتاء، مشات شراتها عندها كامله، صيفطتها لخالاتي فرقتهم عندهم المعز داكشي. فاش رجعت للمارشي تشري اللحم، لقات هادشي في
90 91 92 لقات هذيك السيده جات فصه اخرى حطتها جات، قالت الله اكبر انا، قالت لها شريت عندك كل شيء، قالت لها لا لا انا عندي الفصه في ستوك شريتي عندي غادي نبيع شتا، قالت لها هذيك انا راه قالت شري عندي لي مرة، قالت لها خطره اخرى تجي شتا، فهمتوا راه البائع التاجر راه كيخرج السلعه دائما يعني دائما. ها انتم بغيتوا توصلوا معايا يلا زيدوا معايا دابا نوض من هنايا من عند السنيله انا رجلي ضارتني وغادي نمشوا عند الطبله باش نصوروا هذا التحدي شنو هو. حيباتك تغنوت عن الطبله لقيت الاناره هنايا جايه احسن من لان الخلفيه سدارزق جايه احسن من الطبله، غادي نكمل هنايا الفيديو. حيباتي الغاليات هذا التحدي هذا الناس اللي عندها جوج رواتب، الكتاريه دابا ديال الرواتب كاينه 5000 درهم الفوق، الكتاريه الكتاريه ديال الرواتب 5000 درهم الفوق، يعني 6000 درهم 7000 درهم 5000. الا كنتي خدامه انت والزوج ديالك وكتشدي 5000 درهم الفوق، الزوج ديالك كيشد 5000 درهم للفوق او 5000 درهم، يعني الحد الادنى 5000 درهم، هنايا كنتكلموا على الحد الادنى 5000 درهم. الا شديتو 2000 درهم 2000 درهم اللي عقلت على هذه كنت كندير فيها التحدي 2000 درهم حبيباتي التحدي ديروه، هاد 2000 درهم غادي خارج منها الاكل والشرب والكرا والمصاريف ديالكم اليوم المدرسه ديال الوليدات، خارج حيدي منها كلشي، حيدي منها الاضرفه ديال الثانوي رمضان العيد الملابس الصحه، حيد ما فيهاش، محيدين منها الادخار المتوسط ديال الازمات والادخار الصغير والطوارئ ما فيهاش. هاد 2000 درهم غادي تشيطيها الا شدي، الا كنتي كتشدي 5000 درهم غادي تحيدي 2000 درهم، ها هي حطيها. الزوج ديالك كيشد 5000 درهم، الحد الادنى راه كاين اللي شد 6000 7000، غادي يحيد منها 2000 درهم، عندكم هنا 4000 درهم ياك، هاد 4000 درهم غتحطيه على جنب، شغتبقى لك؟ غتبقى لك 6000 درهم، 3000 درهم ديالك 3000 درهم ديال الزوج ديالك، هذا الا كتشدو 5000 درهم. فهموا معايا مزيان، راه احسن لك باش توصلي بسرعه وترتاحي وتولي عندك القدره على انك ديري تحققي الاحلام ديالك، دارك سيارتك تفرشي ديري ذهبي الا بغيتي ديري الملابس تلبسي تقري وليداتك تسافري ديري الحج ديري العمره وعندك حساب في البنك. سمعوني مزيان، هنايا غادي تبقى لك 3000 درهم، 3000 درهم ديال راجلك هي 6000 درهم، هاد 6000 درهم اش غادي نديرو منها؟ غادي نحيدو منها 2000 درهم ديال الاكل اللي فرقنا يامس، الاكل الفيديو ديال البارح، الاكل والشرب الاكل والشرب ما فيهاش المصاريف الثابته. عندك هنا حبيباتي 300 درهم ديال المصاريف الثابته، كاين اللي عنده غير 200 او 250 درهم ديال هذه ديال ماشي المصاريف الثابته كامله، هذه غير ديال الماء والضو. هنايا عندنا 1500 درهم تقريبا ديال الكراء، 1100 درهم 1200 درهم، يعني الا كنتو كارين ب 2000 درهم وانتم يا الراتب ديالكم قليل راكم عندكم خلل. هنايا غادي نمشيو نكملوا التقسيمات. هنا شحال غتبقى؟ 2000 درهم ياك حيدناها ديال الاكل والشرب الاقتصاد، غيتبقى لينا 4000 درهم ياك، 4000 درهم نقولوا عندك 1500 درهم ديال الكرا ياك، شحال غتبقى لينا؟ 4000 درهم على حيد تبقى لينا 2500 درهم، 2500 درهم حيدي منها 500 درهم ديال العيد وديال رمضان وديال الملابس وديال الصحه وديال نعم 5 د الاضرفه، الصحه الملابس العيد رمضان. هنا نزيدو نديرو غير بعض الاضرفه، نزيدو 50 درهم للمسائل رمضان و 50 درهم للعيد او 200 درهم 100 درهم للعيد تولي 200 درهم ياك، او نخلو 100 درهم للطواري، راه عندنا 200 درهم ديال الطواري ديال من 2000 درهم ديال المصروف، نخلوها للطواري هنايا، لا خاصنا شي حاجه للصحه، خاصنا الملابس وخاصنا العيد ورمضان، نبقاو نخبعوا يعني 500 درهم غتحيدي، شحال غتبقى لينا؟ 2000 درهم، 2000 درهم هانتي بقات لك 2000 درهم، تخلصي من دراسة الوليدات وغادي ديري 500 درهم في الظرف ديال هذا الازمات. مشوا معايا بالقلم، انا دابا ما شاده قلم ولكن راني ماشي معاكم، 500 درهم غادي ديريها في الظرف ديال الازمات، يعني المتوسط الادخار المتوسط، اما الادخار الكبير راه هو اللي درنا فيه 2000 درهم ديالك و 2000 درهم ديال الزوج ديالك. سمعوني مزيان ما توقفوش، خلوكم راه غنمشي معاكم للبنات اللي الدخل ديالهم اقل من هادشي.
غادي تبقى لك هنايا 500 درهم. 500 درهم غديري منها 300 درهم او 200 درهم في الظرف ديال الصغير، ديال الادخار الصغير هذاك، ديال شي ديال التحدي، ديال القرعه، ديال شي حاجه، خليه الا كانت عندك شي حاجه ياك. داك الاخر ديال الازمه، شي حاجاتك في الدار، شي تسافر لعند الوالدين، مريض، شي واحد الله يستر، خاصك العلاج، شي حاجه للعلاج، شي ثلاجه، شي ماكينه الصابون، شي حاجه، هذاك الوسطيان ديال الازمات قلنا. اش بقات لينا؟ بقات لينا 200 درهم. هذيك 200 درهم، او ديري 200 درهم وخلي 300 درهم، غادي ديريها بما مسجلاش كلشي، كنهضر معاكم من راسي، للمصاريف الشخصيه ديالك وديال الزوج ديالك ديال وليداتك ياك. غتقولي لي قليله، انا راني هضرت هنايا، راه تقدري تشد، كتكوني تشدي في الراتب ديالك. هنا فرقي معايا غير 5000 درهم ديالك ديال زوجك، يعني 100000 ريال، مليون، 10000 درهم. اما الا كتشدي كتر، هذاك الشيء الاخر خليه على جنب. اش درتي؟ اش عندك هنايا؟ 2000 درهم ديالك، 2000 درهم ديال الزوج ديالك، غادي تخبعيها في واحد الحساب ديال الادخار، يعني عندكم 4000 درهم للشهر. في 2000 درهم بر مانت او بار موا، ياك 4000 درهم للشهر. هنايا حبيباتي الغاليات، 4000 درهم للشهر، الا ضربتيها في 12، في 12 شهر، كتعطينا 48000 درهم، يعني 4 المليون و160000 ريال. خاصها 2000 درهم على 5 المليون. الا ضربتيها في 6 سنين، الا ضربتيها في 6 سنين كتعطيك 28 مليون. قولي 25 مليون قل 2000 درهم، قل 3000 درهم، سمعتو؟ كتعطيكم تقريبا 25 مليون، 29 مليون. الى جمعتي 4000 درهم، 2000 درهم ديالك وديال الزوج ديالك من الراتب، كان الراتب ديالك مزيان، يعني بحال نقولو كتدي 10000 درهم، صرفي 6000 درهم و 4000 درهم حطيها في البنك. هذيك 6000 درهم ديري، غادي تمشي بها بالقلم ولكن راه دائما ما كنمشوش بالقلم والمسطره كل شهر، يعني ضروري تكون شويه هكا، يعني ضروري مثلا ما قديتيش تمشي في داك في الهري، جبتي اكثر تهزي من هنا، يعني تلقمي هنا من هنا، فهمتوني حبيباتي غلط؟ يعني هذا الادخار هذا ديال 4000 درهم غيعطيكم 29 مليون قلها 3000 درهم، قلها 60000 ريال، تقدري تدبري فيها تجمعيها وانت وصلتي هنا يا حبيباتي. كان الراتب واحد اللي خدام 3000 درهم ما غاديش تكفيه، الا كان عنده 5000 درهم ياك ما غتكفي، غادي ديري نص، غادي تعاوني تخدمي انت، خدمو السيدات، خدمي من الدار، خدمي ونفس الوقت ضمني حقوقك بنفس. انا ما بغيتكمش تكونوا دوينيات، تكونوا ما نكمش، تكونوا مضحوك عليكم، تكونوا مستغلين، تكون لا، هادشي كلشي نفس الوقت تكوني ضامنه حقوقك، واجي تكوني لالا ومولاتي. حبيباتي الغاليات، هذا الادخار هذا ديري السياره ديالك في السنين، ديري الدار هي الاولى في 6 سنين حيديها لك، جمعي عاود ثاني، ديري السياره ديالك في 6 سنين الاخرى. كنتي خدامه انت والزوج ديالك، تقدروا تحطوا غير 2000 درهم بجوجكم في 12 سنه. كاين اللي غتقول لي وانا 12 سنه غنبقى نجمع عاد ندير الدار، احسن لك من 12 سنه ديري الدار، ولا ما تجمعي وما ديري والو، 12 سنه تبقي غير في دار الكرا، 12 سنه تبقي غير في دار الكرا. واش احسن تجمعي و12 سنه ديري شي حاجه، او 6 سنين وديري دارك، ولا تبقاي توكلي 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 وساكنه دار الناس؟ انا احسن لي نسير راسي مزيان، ومن هنا ل 6 سنين ندير مثلا الدار ديالي، و 6 سنين اخرى ندير السياره، 3 سنين اخرى نمشي للحج والعمران والزوج ديالي، يكون عندي حساب في البنك ونجمع. رغم ذلك راه داك الادخار المتوسط ديال 500 درهم للشهر، راه تقدري يبقى عندك منه واحد 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 الكميه، ما غاديش توكليه دائما، هذاك الادخار ما غاديش يجوه ازمات دائما، الا اذا كنتي عندك هوس الشراء، ما عندكش الاراده، ما عندكش العزيمه، ما تقدريش، فاشله، كتبعي واحد النهار تسجلي، النهار الاخر تقولي لا، داك الوقت نمشي نسجل فيه، نمشي ندخل اليوتيوب، نمشي ندخل
الانستغرام، نمشي ندخل هذا نبقى نتفرج، نمشي هنا نمشي هنا، نمشي نشري بلاتي نشوف هنايا، تخرجي للسوق جيعانه راه ما عمرك ديري شي حاجه. الا كنتي ما بغيتي ديري حتى شي حاجه راه ما غادي توصل حتى لشي حاجه. اللي ما قداش وما عندهاش العزيمه وما عندهاش الاراده وماشي لا اللوم ولاتي، راه ما غاتوصلي فين، غتبقي دائما تبقى دائما كتشوفي الناس كطلع وانت واقفه في بلاصتك، الناس كدوزك بالدروج وانت واقفه في نفس الدرجه، الناس كدوزك وانت واقفه في نفس الدرجه. انا بغيتك تشدي بيد راسك وجري راسك لفوق بالنصايح ديالي التوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق غير من الله. انا كنعطي غير النصايح وانا ماشي بالفضل ديالي، الفضل ديال الله، وتوكلي على الله سبحانه وتعالى. بغي الخير للناس كامله وجمعي باش ديري دارك وباش تكون عندك شي حاجه. حبيبتي الغاليات، ها نتوما هذا هو التحدي ديالنا، ديال 2000 درهم للراتب او 4000 درهم الا كان الراتب 10000 درهم. وراه كاين الناس اللي كيشدوا 10000 درهم، كاين اللي كيشد 10000 درهم الفوق وما عندوش الدار وما عنده حتى شي حاجه ومخبط والكريديات. بغيتو ديروا حي، ضربوا على الحانوت، ضربوا على الكريدي، ضربوا على الكرش. الكرش 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 راه مخرجه بزاف الناس فالصو، والله العظيم الكرش خرج على بزاف د الناس الكرش، ويمشي للحانوت اللي شافه بغاه، اللي شافه، وخاصه داك الزوج او الزوجه اللي خرجوا من الخدمه يمشوا للحانوت جيعانين وكيمشوا للحانوت. لا لا لا، نصاوب الليسته ديالي معايا نحطها، نمشي لداري نتغدى ناكل عاد نخرج للحانوت. دائما كلوا عاد تخرجوا للحانوت، علموا وليداتكم نفس الشيء، شبعوهم في الدار عاد تخرجوا، مش تخرجوا وليدك جيعان. وما تعلميش وليدك يكون عنده ديك الشراهه ديال اللي شتي، بغى طيب بوهاري، بغى هنايا ما نعرف شنوش، بغى طيب بوهاري هاد السميه، بغى زريعه، بغى هنايا ما نعرف شنو، اللي شافها تشريها ليه، اللي شافها تشريها. كتضيع ولادكم، راه كتضيع ولادكم، راه كتضيعهم بحال هكا. حبيباتي الغاليات، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واني بكم راني نحبكم كاملين.